يسعد أوقاتكم ومساء الخير. حلقة جديدة من برنامج استديو نينار برافقتكم على السمع عبر الترددات 89.6 و101.1. الحلقة من أعداد وجيه حسن زينب العيسى ومن تقديمي أنا زينب العيسى، مرافقني بالإخراج فادي قروشان وعبر السوشيال ميديا محمد جليلاتي. ضيفنا لليوم كاتب سوري من الطراز الرفيع، هو من أهل الفن والثقافة واليوم عم يتألق بكتابة العديد من المسلسلات أبرزها العربجي أولاد البلد ووثيقة شرف وغيرها الكتير. الكاتب عثمان جحا، أهلا وسهلا فيك عبر هوا نينار. أستاذ عثمان أنت معي على الهواء؟ معك أنا. يسعد أوقاتك. يا هلا أهلين. الله يسلمك ويخليك. أول شيء بدنا نقول لك ألف مبروك على مسلسل العربجي، على النجاح اللي حققه الكبير، وبدنا نقول لك مبروك على روايتك الجديدة العربجي اللي صدرت عن دار نينوى بدمشق واللي تم توقيعها من فترة. تسلمي لي. شكرا كثير لكم، شكرا للكلمات اللطيفة. شكرا لك استاذ لوجودك اليوم معنا. بما انه عم نحكي عن او بدينا بالحديث عن المسلسل العربجي وعن روايه العربجي، كثير عم نسمع انه شائعت انتاج جزء ثالث من العربجي ولو بابطال جدد، هذا الحكي صحيح ام لا؟ والله هلا عم يدور كلام، يعني هلا بعتقد انه الخطه العارضه عندها اهتمام بجزء ثالث، خصوصي انه يحتمل العمل كان، وبأبطال جدد لا ما بعتقد انه يكون في أبطال جدد، لكن فيه يعني مثل ما بتقولي انه فتح درامي جديد في للعمل يدور الحديث، لكن القرار النهائي لسه ما اتخذ بجزء ثالث. يعني في كذا معوق أو في كذا رأي إنه هل يعني نعمل عمل جديد بنفس السوية ولا نروح على جزء ثالث، بما إنه الحكاية ما زالت تحتمل أو أن هناك فتحة دراميا جديدا. يعني ممكن إذا كان موجودة هي حتكون على رمضان المقبل؟ أكيد، يعني لأنه يعني بتعرفي هذا النوع من الأعمال هو نوع رمضاني يعني. صحيح. بالحقيقة بما أنه لساتنا بالحديث عن العربجي، هلأ حسب أراء نحن اللي رصدناها سوشيال ميديا، العربجي تعرض شوي للانتقادات بجزء الثاني. ناس حكت أنه مماطلة فيه كان وأنه معنو بيزخم وقوة الجزء الأول، بدي رأيك وجهة نظرك بهذا الكلام. يعني هلأ ما حدا بيحط يعني وجهة نظره بي يعني أو بيحكي عن شيء بيشبه شيء أحد أولاده. يعني العربجي بتعرفي يعني هو عملي بجزئين، لكن أنا سمعت آراء يعني إنه بتقول إنه الجزء الأول أقوى، وسمعت آراء بيقولوا إنه الجزء الثاني بنفس سوية الجزء الأول. لكن هي مشكلة الأجزاء، وأنا كنت جربتها من قبل يعني بباب الحارة، فهي مشكلة الأجزاء إنه أنت الجمهور هو ينتظر ما ستقدمه بالجزء الثاني أو الجزء التابع للجزء اللي عرض، وبتأملوا أنه هنن أشياء يعني بنفس السوية بنفسها. هلأ العربجي للحقيقة لكون أنا منصف، الجزء الأول عمل دهشة عند الناس. صحيح. والناس تابعته وحبت هذا النوع من الحكاية. إجا الجزء الثاني هن الناس خالصين من قصة الدهشة وخالصين من قصة عم ينتظروا يعني تتمت الحكاية، فنحن فقدنا عنصر الدهشة يلي هو يعني هذا الشيء طبيعي إنه أنت وتتابع الجزء الثاني إنه أنت ما رح يدهشك الشكل والملابس والشخصيات الجديدة وما يليها وهيك يعني. فاجت الناس عم تنتظر الحكايه، فالحكايه كانت هي استمرار للجزء الاول، واول خمس حلقات كانوا كتير يعني مناح، بعدين انه الناس بلشت تقول لك لا بدنا اقوى، بدنا نشوف اكثر، بدنا هيك، بعدين
بعتقد أنا بالحلقات الأخيرة كان يعني عمل ملحمي صحيح، كبير عظيم يعني. وهذا ما بيمنع انه هو حقق نسبة مشاهدات عالية جدا كمان المسلسل بصراحة يعني. والله أنا في حلقات يعني كان عليها خلال 24 ساعة يعني كذا مليون مشاهدة يعني، هاي أرقام حقيقية، وأرقام المحطة لسه العارضة والمحطات العارضة لسه هي أقوى وحقيقية أكثر، وكان تشاهد العمل بشكل مو طبيعي يعني، وكان في جهد كبير الحقيقة يعني هذا العمل. فهيك يعني نعم صحة، كنت عم أقول لك صحة. على قلبك، على قلبك. خلينا نحكي شوي، نبقى بالعربجي. أكيد هو صنف من الفانتازي المسلسل. هلا برأيك إنه لما تم تصنيفه على بشكل الفانتازي، هل هو كان هروب من الإطار البيئة الشامية؟ يعني شو كان المغزى؟ أو خلينا نقول رغم إنه هو إنه شبيه شوي بالأعمال الشامية من المكان والزمان. شوفي يعني حتى أكون حقيقي وصريح، أنا هذا العمل كان موثق بجزء الأول وبجزء يعني بجزء الأول كان هو له زمان ومكان محددين، يعني هو 1825 ل 1831 تمام. وقت، وكنت عم بكتب أنا والشريك مؤيد نابلسي أو عم نعدل فيه للعمل بعد فترة من الانقطاع، انه صار هو على المحك انه سينتاج. كانت الاقتراحات انه نحن توثيقيا رح نخسر شيء من العمل، او ما رح يكون يعني يعطي مصداقيه، او رح نخسر عناصر فنيه من العمل، خصوصي باللبس النسائي والتعامل مع النساء، يعني رح يكون غير منطقي هو اذا تصرفنا. فطعوا نطلع من التوثيق، وكان رأي باسم انه نطلع من التوثيق، وكان رأي المخرج سيف سبيعي انه نطلع من التوثيق. هلا بتعرفي انه عمل مكتوب وهيك، وانه موثق، ونحن باذلين جهد التوثيق، وكان القرار كثير صعب. بس بعدين وقت الآراء إنه قالت إنه تعالوا نعمل هي التجربة والمغامرة، وأنا بتعرفي بحب خوض المغامرة، إني خوض هي المغامرة، فطلعنا من التوثيق ورحنا على لا مكان لا زمان، لكن هو إطار البيئة. تمام. يعني قلنا تعالوا نقول نحن بس ب 1800 العمل، وفتنا، وكانت هي مغامرة إنه هل الناس ستقبل عمل بيئة فانتازي أو لا. فكانت هي مغامرة، والحمد لله يعني إنه الناس قبلت هذا النوع من الأعمال الفانتازية، ونحن ضلينا مستندين على إشارات من القرن السابع عشر، وضلينا مستندين على إشارات من القرن بالملابس وبس أعطينا مساحة حرية أكثر للعناصر الفنية الثانية. نعم. فكانت تجربة ناجحة يعني، خصوصي بموضوع المرأة بالعربجي، صحيح أنه تحركت بشكل أسرع بحرية أكبر. حتى الجزء الأول كان في مشاهد جريئة حتى كمان من المرأة يعني. تمام، وعم نحكي عن داية بدور يعني ديما قندلف، عم نحكي عن الدرية والفنانة نادين خوري، وهيك يعني إنه تحركوا بطريقة فيها حرية أكبر. نعم. فكانت تجربة يعني لها ما لها وعليها ما عليها، لكن يعني أنا بشكل عام هو بجزئينه العربجي يعني بعتبره إنه نجح يعني، ولو انه مثلا الاول نجح اكثر من الثاني بشوي يعني، لانه قلت لك كان عنصر الدهشه لا عند الناس انه هذا نوع من الاعمال تقدم. إذا عم نحكي هيك لساتنا بدومين أعمالك أستاذ عثمان، أعمالك الأخيرة كانت بعيدة عن الاجتماع المعاصر، رغم أنه الجمهور متعطش لهي النوعية من الأعمال بكل صراحة يعني، لكن حضرتك توجهت للبيئة الشامية والفانتازي، شو السبب؟ هلا والله يعني
يعني إذا كنت أنا بدي أقول الحقيقة، فهو كان إنه أنا خضعت لمتطلبات السوق. يعني عملت بالفترة الأخيرة يعني أعمال تاريخية، كنت عم بشتغل حتى برا البلد. يعني أنا اشتغلت شيء تاريخي وشيء توثيقي وشيء نعم. واشتغلت بال البيئة الشامية من أولاد البلد، طبعا أنا والشريك مؤيد النابلسي، واشتغلت سلسلة من الأعمال العربجي وهيك. وفي شيء تاني يعني كان عندي، كانت متطلبات السوق، يعني هي اللي بتحكم هي اللي بتحكم العرض والطلب. اليوم هلأ بلشت هي العرض على الأعمال الاجتماعية، إنه مطلوبة هي الأعمال الاجتماعية. نعم. لكن يعني صبغة الأعمال السورية اليوم، وللأسف الشديد هذا الكلام، إنه هي أعمال البيئة الشامية. يعني إذا بتقولي سوري أول ما بيخطر لك، ما في حدا. إذا بتقولي عمل سوري أول ما بيخطر لك إنه عمل بيئة من باب الحارة، وهي السلسلة اللي إجت وراها نعم. الأعمال الشامية أو أعمال البيئة. فهي متطلبات السوق. يعني مع أني أنا بحب أني أقدم أعمال اجتماعية مودرن معاصر، يعني نحكي فيها عن أوجاعنا، بس نحن مرينا بفترة حرب آسيا، صحيح. كان الواقع سابقنا بكتير عن ما سنكتبه بالدراما. اليوم بلشت الصورة أوضح، بلشنا نحكي، ولحكون أنا صريح كتير طيب، إنه كونك سقف كنت، الرقابة. طب هاي رح نحكي شو عن الرقابة، بس خليني بموضوع باب الحارة. كونك قلت للأسف خلينا نقول، ولكن أنت شاركت بكتابة جزئين خلينا نقول من باب الحارة. شو اللي دفعه تنجحها؟ هو هل السبب المادي؟ يعني لأنه متطلبات السوق، لأنه في عائد مادي؟ بالفترة اللي أنا كتبت فيها باب الحارة جزئين، 6 و7، آه كان هو باب الحارة هو ترند أول إذا لك وطن عربي. صحيح. فأنا فتت بهذا الموضوع لحتى يعني أقدر أعمل شيء، وكان عندي حماس إني أقدر أغير شيء بباب الحارة، أطلع من الذهنية الخشبية أو الذهنية التي تحكم باب الحارة بهذاك الوقت. بالحقيقة يعني لا، يعني بعد ما مر وقت طويل عليها بقدر قيم التجربة إني ما قدرت. إضافة إنه متطلبات يعني المادية كانت بهي الفترة، يعني ما ضل في أعمال بسوريا حتى، ونعرض علي باب الحارة. فأنا يعني بعد تردد يعني قصير وما طويل، يعني وافقت إني أشتغل باب الحارة على أمل إني أقدر أغير الذهنية اللي فيه. فما قدرت بصراحة أغير ذهنية باب الحارة، لذلك انسحبت بعد الجزء السابع. أنا نعم. يعني أنا حاولت إني أضيف باب الحارة، أضيف اللي قدرت مثلا أقوله بشوية أعمال بعدها بأولاد البلد والعربجي، إنه خاصة بموضوع المرأة. يعني إذا بتتذكر الجزء السادس بباب الحارة، كنت يعني دخلت الممرضة الأجنبية أجنبية. الفرنسية نعم. وتزوجها أبو عصام. يعني هو كان عندي قبول الآخر، قبول المرأة بهي الطريقة. نعم. إذا بدنا نحكي شوي عن الأعمال اللي عرضت بهذا الموسم، تابعت شيء غير العربجي؟ أولاد بديعة، تاج مثلا، اللي كتير كان العالم والله تابعت يعني أغلب شغل الأصدقاء، يعني تابعته، ما مش تابعت شيء مصري حتى. كيف كان هيك وجهة نظرك أو رأيك بأولاد بديعة وتاج، كونهم المسلسلين اللي أخذوا زخم كتير هي السنة خلينا نقول يعني. يعني هلا انا يعني ما بحق لي اني اقيم شغل وجهة نظر. اصدقائي، بما انه انا احد صناع الدراما كنت الموسم الماضي وهيك. لكن انا بقول لك انه انا مثلا انه العملين تاج وولاد بديعة كانوا على سوية عالية من العمل الفني الراقي. حبيت ولاد بديعة، حبيت المقترح اللي فيه، نعم. وتاج يعني كان لوحة فنية جميلة بالكوادر وهيك وبعناصرها الفنية. لكن أنا
يعني كان انه يقول انه لو استثمرت حكايه، لو استثمر تاج بحكايه افضل كان يمكن عمل اكثر من هيك اللي عمله. وانا بعتقد انه العملين نجحوا وعلى مستوى الوطن العربي، يعني لانه ارقام المحطات هيك بتقول، وبالنهايه يعني كلها اعمال سوريه تصب في تطور الدراما السوريه. نعم، انا فخور فيهم دائما يعني. نحن فخورين فيكم جميعا بصراحة. يعني تسلمي لي، تسلمي لي. كنا عم نحكي هلا على الدراما وهالقصص، هي الدراما المعربة ما فينا، يعني ما في الواحد ما يتطرق للحديث عنها كونها هي شغلة الشاغل حاليا. يعني برأيك هي خطر جديد بيهدد الكاتب السوري، وشو هي الحلول من وجهة نظرك ككاتب لتعود أو لترجع مكانة وأهمية الكاتب السوري بقوة؟ يعني هلا بالحقيقة إنه هاي أعمال معربة هي أعمال سطحية جدا. ما بعرف شو الجدوى إنه يجيبوا حكاية أو عمل مشغول ويرجعوا يشتغلوه بطريقة عربية أو طريقة معربة نفس الحكاية، يعني يجيبوا عمل تركي ويرجعوا يعملوه. الأمر يحتاج لتدقيق وتوقف عنده. في أعمال بالبداية نجحت، بعدين الأعمال التالية يعني ما نجحت، وهذا الشيء طبعا بيأثر على الكاتب السوري، خصوصي إنه هذا نحن أصلا الأعمال المعربة نشرناها بلهجتنا، باللهجة السورية، ورجعنا أخذوا الممثل السوري لحتى يعملوا ويردوا انتشار إلها. طبعا في تهديد كبير للدراما العربية بشكل عام بهي الأعمال، وبرأيي إنه هي إذا ما صبت بموضوع تجاري بحت، يعني بتصب بخانة تانية. يعني لسنا بمجال ذكرها الآن، يعني فهي تسطيح المشاهد العربي يعني، أو تقديم وجبة سريعة له بحيث انه ما يفكر ابدا، خصوصي الاعمال الطويله بدها متابعه على مدى طويل. نعم. الحلول يعني نحن دائما بنقول انه يجب ان تنطلق للدراما السوريه من سوريا، من البلد، يعني تجمع الممثلين اللي برا يرجعوا، ننطلق من البلد لحتى نكون نحن محميين دائما بدراما قويه ببلد قوي. ننطلق من هون لأنه هذا حالة التفرقة اللي صارت خلال الأزمة وخلال الحرب بين الممثلين السوريين، وأنا لا أتكلم سياسة الآن، أنه هي أضعفت الدراما السورية. فتخيلي لو كان كل الممثلين السوريين مثل نحن قبل الأزمة هن لسه بالبلد، قد هي الدراما رح تكون قوية، وقد هي الدراما مطلوبة، وبتجبر الآخر أنه يجي على هاي البلد لحتى هو يتفق معهم ويتعاقد معهم ويصور بهي البلد بصير تخاطبهم. فنحن بحاجة يعني لم الشمل ببلدنا يعني، وليس خارج هاي البلد يعني، نتمنى لحتى ذلك. نرجع نحن أقوياء. بالإضافة إنه نحن بحاجة محطات بالبلد، محطات طارود، يعني ما بعرف قانون الإعلام الجديد هل سيسمح بذلك، إنه بإنشاء محطات لحتى نحن نقدر نسوق منتجنا داخل البلد نعم، دون الحاجة إلى محطات هي تتحكم بالفكر اللي نحن بنقدمه، هي أنا جاي قبل أحكي ما بهذا تتحكم بالممثل. جاي أحكي بهذا الموضوع، إنه كمان في كتير من الكتاب السوريين عم يتجهوا للعمل مع شركات عربية بعيدا عن سوريا، كمان هذا برأيك ما بي كمان بيهدد خطر كمان؟ ما في يعني ما في كمان تهديد هون بالخطر؟ طبعا طبعا، بس انا ما بلومه، يعني بالنهاية هذا الفنان بيعيش من هاي المهنة، وطالما بيعيش من هاي المهنة فهو يبحث عن خلاصه، عن خلاصه الفردي. لذلك عم اقول لك نحن لو هناك من يجمع شتات الممثلين وبرجعون للبلد وننطلق من هون، فما بيضطر، بالعكس يعني حتى المحطة هي اللي بتضطر تجي تتعامل، لأنه العنصر السوري الفني السوري كممثل وفني هو بكل المطلوب بكل الوطن العربي، صحيح. ويحتاج إلى يعني، وهن يحتاجوا، ما لا يعني مو هو اللي بحاجته. ف
بدها قرار، يعني انه باعاده الممثلين، يعني حتى ولو بشكل شخصي وفردي، يعني نروح لك لعند كل واحد نقول له لازم ترجع على هي البلد حتى نقدر ننطلق منهم. فنحن بنجبر المحطات، بنجبر المحطات العارضه انه ترجع، انه تتعامل معنا ككتله سوريه واحده، يعني انه والدراما القويه دائما تكون محميه ببلد قوي. كمان كتير كثرت الأحاديث آخر فترة إنه في مسلسلات عم تتفصل على قياس ورغبة الممثلين فيها، بس بالمقابل كمان عم بيكون في أجور عالية للكاتب، يعني بهي الحالة شو رأيك بهي الظاهرة؟ هل ممكن يقبل الكاتب عثمان الممثل يملي شروطه عليه؟ شوفي، هي الموضوع دائما بقول لك عرض وطلب، بالنسبة للكاتب، بالنسبة للممثل، بالنسبة لأي عنصر. فأنا بشوف شو حاجتي، يعني أنا إذا ما قدرت حقي ككاتب، يعني إنه أنا شرطي المالي أولاً بثمن منتجي، يعني عندي منتج أنا بدي بيعه، إذا بيجيني في سعر رخيص وما بيقبوا في بغرض معيشتي، فبالنهاية كلاتنا رح ننصاع، مو بس أنا، يعني الممثل. أنا شخصياً يعني لا أفصل لممثل ولا أكتب لممثل، يعني حتى مهما صار، يعني أنا عندي فكرة بكتبها هي برمتها، بتنقبل يعني بتلاقي قبول أو ما بتلاقي، هذا موضوع تاني بناقشه لاحقا. يعني أما أنا كتفصيل، يعني إنه لممثل أو لا، ما بحب زي الفكرة، لا إلي ولا لكاتب تاني. وبرجع بقول لك هي حسب كل ظرف، يعني حسب كل ظرف. وفي ممثلين يحملون فكر، يعني هن ما بيقدموا جرعة سطحية حتى، يعني بجوز تكون عمل، إنه وقت الكاتب يكتب عمل لممثل، يعني بجوز تكون يعني هي خطوة إيجابية حسب كل ظرف عمل. نعم، بما أنه عم نحكي عن الكتاب، هل يعني بالفعل حقوق الكتاب بسوريا مهضومة؟ ومين المسؤول عن حمايتها؟ مين المسؤول هلأ عن حماية حقوق أي كاتب سوري؟ شوفي، حقوق الكتاب مهضومة، صح، يعني الكاتب هو الحلقة الأضعف بالعملية للأسف. الفنية، يعني هو بس سلم نصه ما عاد له أي حقوق، يعني لا مادية ولا معنوية ولا شيء. واللي بده يحمي هو يلي بده يحمي الكاتب أولا هو الكاتب نفسه، يعني حسب كل شرطه، حسب كل شخصية كاتب وقوته. ونحن كنا عم نشتغل على مشروع مع لجنة صناعة السينما، يعني الأستاذ أبي نيز له تحية، اسمه رابطة تجمع الكتاب السوريين. أصدرنا النظام الداخلي تبعه، وان شاء الله هي على وشك انه نطلقها، يعني هي حتى تقدر تحمي الكاتب بشكل عام من كل الظروف. يعني قريبة هي الخطوة؟ يعني ان شاء الله قريبة، ان شاء الله ان شاء الله، يعني جاهزة هي، بس انه عم نستنى موعد الاطلاق. يعني فانا بعتقد انه تفضلي. لا تفضل. بعتقد انه هاي الخطوة هي بشكل مبدئي رح تقدر تحمي الكاتب بشكل عام، يعني تحمي حقوقه المعنوية، تحمي الأجور، تحمي هيك. وحطينا شروط يعني للانتساب لهي الرابطة، انه يعني كل كاتب يعني لازم ينتسب، لازم يكون حقق مجموعة شروط مشان احنا كمان نقدر نضبط السوق والحالة الفكرية الموجودة. يعني ما نرضى انه ننزل بالمستوى الفكري، لانه نحن معروف عن الكتاب السوريين انه يحملون مستوى فكري صحيح، لكن يعني نحن بظن مرحلة مع بعد الحرب تركت لنا كتير مخلفات، فبدنا نحاول التنظيف. يعني نعم، إذا ما نرجع شوي على جو الكتابة، شو أول شيء بيفكر فيه الكاتب عثمان لما يبلش بأي عمل؟ أو شو بالعموم الكاتب شو لازم يفكر أول ما يبدأ بأي عمل؟ والله أول شيء يعني يفكر شو بده يقول بهذا العمل، مقولة إن شاء الله، بكلمة إن شاء الله، بكتاب، يعني
معك، شو بده يقول من هذا العمل؟ نعم. شو جدوى انه يشتغل هذا العمل؟ شو مقولة هذا العمل؟ الهدف الأعلى لهذا العمل، وانه شو بده يمرق فيه رسالة للمجتمع، لنفسه، لشريحة معينة، شو الرسالة اللي بده تمرق بهذا العمل. فلا فكرة يعني، مع يعني لا عمل بدون مقولة، وهي أبسط شيء عند الكاتب اللي نحن أحيانا يعني ننساها أو ما يفكر فيه الكاتب، خصوصا الكتاب المبتدئين، إنه أنت ماذا تريد أن تقول بهذا العمل. فهي هيك الفكرة، إنه أنا ببلش بمقولة هذا العمل يعني. بعدين ببني الفكرة. هذا أول شيء لازم بلش فيه ككاتب. تمام. صرحت بأحد اللقاءات عن روايتك القادمة رح تتناول أحد أكبر أحياء دمشق ومسقط رأسك بعنوان جوبر تحت الرماد، فينا نعرف هيك تفاصيل عنها؟ والله هي الرواية صلي فترة، وهي تقريبا صارت جاهزة يعني، بس ما رح نشرها هلأ لبعد رأس السنة القادمة يعني إن شاء الله. هي بتحكي عن تجربة شخصية أنا خطاها خلال الحرب يعني. فبدي وكتبت هذا الشيء، كتبته برواية يعني، كنت أبحث عن أحد الأصدقاء، فعملت مغامرة وتجربة، فبدي كتبتها برواية يعني، هي بمراحل النهائية الأخيرة يعني، حتى قبل ما أبعتها على دار النشر رواية جاهزة. وبتعرفي يعني، يعني عندي حنين كبير لهي القرنة خصوصي، انه هي اليوم مغلقة بالكامل، ما بقدر انا فتلها. فحاول انه يوثق شيء للجيل اللي بعدي من الـ من الـ من الـ من الناس يعني، يقول لهم انه انا هون عشت وهون ربيت وهي طريقة التفكير كانت، واخذ شرايح مختلفة منها لهي الرواية. نحن بالانتظار. اخذ شرايح مختلفة. نحن بالانتظار إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عثمان، كتير روايات وكتير مسلسلات وأفلام، عفواً كتير مسلسلات وأفلام أخذت عن روايات وحققت نجاح كبير يعني، خصوصاً في أفلام عالمية عم نحكي نحن، كانت مأخوذة حتى عن روايات عالمية. أنت مع صف الروايات اللي بتصير مسلسلات أو أفلام؟ يعني كونه عم نحكي عن العربجي اللي كانت رواية وصارت أيضاً مسلسل يعني. والله يعني أنا بدي أقول لك شيء يعني، هو أرقى أنواع الأدب هو الرواية. صحيح. يعني لا شيء أرقى من الرواية الأدبية يعني. وإذا هي الرواية بتصير مسلسل، فهي من حظ المسلسل وليس من حظ الرواية. أكيد. وأنا خلال دراستي الأكاديمية يعني كان عندي تجارب كتير، انه حتى رسالة الماجستير كانت انه تحويل الادب للدراما. فهي تجربة يعني فريدة ونادرة، ونأخذ على من يعني من الادب العالمي، اتاخذ لافلام ومسلسلات، والاشقاء المصريين اشتغلوا على هذا الجانب بشكل كتير، وما زالوا يعملوا عليه يعني لليوم، ان بياخذوا روايه وبيعملوا مسلسل. واليوم في موجه سعوديه لاخذ روايات نعم وصناعتهم كمسلسلات. نحن بسوريا عنا اياها، بس عنا اياها بطريقه خجوله يعني. احنا يعني بقول لك لا، شو بدي اخذ حقوق روايه، بيجي المنتج بيقول لك بدي اخذ حقوق روايه واشتري مسلسل، شغله مكلفه. مع انه هي اذا انت بدك تضمن نجاح مسلسلك فلازم تاخذه عن الادب، عن الروايه. الاشقاء المصريين اشتغلوا عليه بطريقه كتير، اخذوا نجيب محفوظ تقريبا يعني 70% من انتاجه الادبي، اخذوا حسن عبد القدوس، يوسف سباعي، كله أخذوا هذا وعملوهن مسلسلات، وصارت هي مسلسلات خالدة على مر التاريخ. وحتى كتابهم يكتبوا الرواية التلفزيونية يعني، مثل الكاتب الكبير أسامة أنور الركاشي. هلأ تجربة العربجي حاولت أنا أعمل إرجاع من يعني بعد ما يعرض المسلسل أعمل الرواية. صح، كان حلم. هي يعني
مغامرة يعني بصراحة بالحقيقة، يعني إنه لأنه يعني دائما بتقولي إنه أنا شفت المسلسل شدي بالرواية، لكن يعني ما لم يستطع أن يقوله المسلسل بقدر أنا أقوله بالأدب. مساحة الحرية بالكتابة الأدب حرية أكبر بكتير يعني. نعم. إذا كنا عم نحكي عن الروايات، أول رواية صارت مسلسل هي دمشق يا بسمة الحزن للكاتبة ألفت الأدلبي. قديه منحس يعني بصراحة، خلينا نحكي، في تقصير اتجاه الأدب النسائي، يعني النصوص النسائية الأدبية غير مغرية لتصير مسلسل من وجهة نظرك؟ لا، هي أنانية ذكورية بصراحة. المرأة يعني قدرت تترك بصمة يعني، ولو المرأة أصلا ما كان في أدب ولا في دراما، يعني هي مو النصف الآخر، هي النصف الأساسي اللي سيكتب عنه. ولا يعني ما مر عندي أنا بحياتي أو بقراءاتي أو هيك إنه في شيء قصة مهما كانت لا توجد فيها امرأة، يعني دائما هي البداية، هي الأساس، هي كل شيء بالحياة. وإنه إذا في حدا بيقول هذا الرأي إنه الصوت النسائي السوري خافت، هي أنانية ذكورية فقط لا غير. يعني الأديبات السوريات أديبات يعني على مستوى عالي من الفهم والنضج، يعني مع يعني ألفت الأدلبي، غادة السمان يعني، والحديث يعني جدا يعني. بالعصر الحالي في العديد من الأسماء اللي ممكن إنه يتاخد تجربتهم وسيرة حياتهم وتجربته الأدبية إنه جديرة بإنه نعمل مسلسلات. وأنا مع إنه نحن إذا بدنا نكون يعني دراما قوية بمرحلة هي الاضطراب اللي بنعيشها، إنه ناخذ نحن الأدب ونعمله مسلسل. نعم، لنتمنى، فأكيد هذا إضافات حتكون عظيمة يعني عنا على الدراما. إذا ظلينا طبعا هيك بدومين الكتابة، لاحظنا أنه دائما أنه في شراكة بتجمعك بشكل دائم مع أو بشكل خلينا نقول متكرر مع الكاتب مؤيد النابلسي. خلينا نحكي أكثر عن هي الشراكة، ولأمتى رح تضل مستمرة؟ هلا لأمتى رح تضل مستمر؟ يعني بوجه له تحية يعني للشريك مؤيد النابلسي. لأمتى يعني ما بعرف والله، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ما بعرف. يعني نحن كل واحد حتى يعني بنكتب سوا، بس كل واحد كمان عنده مشروع الخاص، نعم. يعني بنكتب يعني شيء مشترك، وبنكتب كل حدا بيكون عم يشتغل على مشروع خاص له، وبنستعين ببعض نحن بالأفكار بالهيك باستنزاج الآراء. الشراكة بلشت يمكن بال 2015 من مسلسل بلا غمد، نعم. عملناه سوا، وبعدين استمرت يعني عملنا كذا مشاريع، في منه طلع للنور وفي منه لسه يعني ما طلع للنور يعني. وهي يعني بتعرفي يعني طالما انه في تناغم وانسجام وفي اختلاف في الرأي، وهذا مهم جدا يعني، ما نكون على رأي واحد انا وياه، فنحن عم نعمل اشياء مثمرة يعني واشياء مهمة. والورشات دائما يعني بالعالم ما ضل في كاتب بيقدر يكتب لحاله، او ليس من المفروض ان يكتب لحاله حتى لو كان بيده، لانه هي الفكره انه انت عم تكتبي 1200 صفحه ابداعيات يعني، فهنن يحتاجوا لوقت طويل جدا يعني. انت روايه 150 صفحه احيانا بدها مع الروائي ومع الكاتب عدة سنين يعني، سنين فكيف صحيح. إذا مسلسل بدك تنجزيه أنت خلال فترة قصيرة، وبتكون الكاتب فيه لحاله. فأنا مع إنه تكون الكتابة عن طريق الورشات، وفي عنا عدة ورشات، وهي السنة رح تكون في ورشات أكثر يعني طيب إذا ضلينا شوي بالشراكة مع الدراما. الأستاذة مؤيدة، في ولاد البلد يعني كانت النهاية معلقة خلينا نقول، وكل العالم توقعت الجزء الثاني، ليش ما تم بناء جزء ثاني منه؟ والله هذا الموضوع بالذات ارتبط بالمحطة وبالمنصة العارضة. المنصة العارضة يعني همت على الجزء الثاني، بعدين هي يعني صار عندها مشاكل اللي هي المحطة العارضة، فما عبد يعني هي قادرة، أو إنه بدها تنتج جزء ثاني. لكن هلأ من يعني جديد
جل حديث يدور عن جزء ثاني من أولاد البلد، ننتظر نشوف شو بده يصير. إن شاء الله. برأيك إن شاء الله. الشخصي، أنت كونك كاتب، أنت مع إنه الكاتب يشارك بالعمل اللي كاتبه ويتواجد بشخصية ضمن العمل؟ يعني بتحب زي الحالة؟ لا لا، ما بحب إذا أنا بفضل إنه هو يسلم عمله، يتفق هو المخرج يسلم عمله، يعني ويكون عنده ثقة بالمخرج، ويعني ويوقف يراقب من بعيد، لأنه يعني حتى لو تواجد هو بالعمل، العمل بالنهاية بعد ما يسلم الكاتب نصه في قبطان، في ربان واحد لهذا العمل هو المخرج. نعم. فهو شو يعني، إذا طلب المخرج إنه يكون متواجد بأحد يعني المشاهد أو بيوم تصويره وهيك ممكن، أما هو يتواجد بشكل يومي الكاتب يعني ويراقب عمله كيف عم يطلع، لا ده شيء يعني مهم ومتعب يعني إنه للكاتب وللعمل. وطالما إنه هو وثق بهذا المخرج فما في داعي، هو بيقدر يعني وصل وجهة نظره ما قبل التصوير، وممكن انه المخرج يستعين فيه، فهو انه يتواجد يعني نحن بالمنطقة العربية هو يعني صعب اصلا انه يتواجد بهي الطريقة، وصعب انه يكون يعني حتى انه اذا فرض رأيه بشيء يعني رح يستفز الناس وهيك. نعم، هيك بدنا نوجه نداء لكم الكتاب، أزمة نص الكوميديا إلى متى؟ في نية من لا عثمان جحا لكتابة نص كوميدي؟ والله أنا عندي تجربة كوميدية واحدة ما بحب أحكي عنها يعني. شو السبب؟ لا أنا والله مو من هواة إني يعني، أو ما عندي هي القدرة إني أكتب كوميديا، بس هو في نقص بالنصوص الكوميدية، خصوصي إنه نحن يعني خسرنا كذا كاتب كوميدي نعم يعني، أهمهم الأستاذ يعني ممدوح حمادة، يعني هو اللي لازم يرجع ويرجع يحيي الكوميديا السورية، يعني أنا نعم بعتبره عزيز نيسان من العرب، ونحن عنا نقص كبير بالأعمال الكوميدية يعني، ونحن بحاجتها يعني. حتى أنا راقبت مشروع بقدو بسنواته الأخيرة، كان يعني حتى الكوميديا اللي فيه خافة، كان في مشروع اسمه ما اختلفنا معه ورد علينا، هاي يعني ما جاي ورد على نحكي، الخطاب كان يعني هو ورد مرة. طلع ببساطة وما اختلفنا، هنن كانوا يعني بمستوى لبقعة ضوء، حققوا نجاح بقعة ضوء برأيك؟ لا بالحقيقة لا، ما حققوا نجاح بقدر الضوء، ببساطة يعني قاربوا شوي، لأنه هو شوي بيشبه وممثلينه وإخراجه هيك بيشبه بقدر الضوء، لكن هي أعمال اللوحات يعني، أو هي اللوحة اللي تعتمد على التكثيف إلى شروط كتير صعبة لحتى أنت تقدري تلقطي، بلشوا يعني بلش يصير فيها استسهال يعني، وخصوصي انه اذا ما كان كاتب محترف فهو ما رح يقدر يكتب لوحه، بعكس ما يظن الناس، يقول لك انه انا بلشت بكتب لوحات لبقعة الضوء، يعني هي كتابه لوحات هي اصعب انواع الكتابه، لانه بتعتمد على التكثيف، وبتعتمد على الافيه، وبتعتمد على بدايه ونهايه، بدها تكون لها نهايه. نعم. فبظن انه نحن عندنا نقص كبير باعمال الكوميديا، ونحن بحاجه تخصصي انه نحن نملك طاقات وممثلين ممثلين نعم كتير جديرين مهمين صحيح جديرين انه يقدموا كوميديا كوميديا يعني، ونحن يمكن بولاد بديعه هاي السنه لاحظنا انه التاتش الكوميدي يعني مؤثر جدا، والشباب عندهم طاقه يعني، حتى الشباب الجداد كان عندهم طاقة، حتى القدماء يعني رامز أسود ويامن حجري كان عندهم طاقات هائلة بهذا الموضوع، قدروا يجذبوا المشاهد بهذا التتش الكوميدي اللايت يعني، ووسام رضا حتى نعم يعني أنا من يعني قلت إنه ممكن إنه تستمر سلسلة الأعمال الكوميدية عندنا بوجود هدول الشباب. نعم فمقلين نحن بأعمال الكوميديا يعني، نعم على للأسف عكس ما بدأت به الدراما. الدراما السورية كانت بالكوميديا، هي دائما بيقولوا السباقة بالكوميديا كانت. صحيح، أنا وقت بسافر يعني أول عمل بنسأل عنه هو جميل وهنا وهنا يعني، تمام تخيلي يعني إنه
انه جميل وهنا على بساطته، بس هو مؤثر كان بالوطن العربي. نعم. ما نرجع شوي على الكاتب وشو بيملك الكاتب. هلأ بكل صراحة بيملك الكاتب سلطة اختيار الممثلين بالعمل أو حتى القيام بكاستنج اللي كتير من الممثلين عم بيطالبوا فيه بصراحة، في حال إله كان وجود عنده تصورات معينة لشخصيات؟ شوفي، نحن نخسر تقاليد المهنة اليوم، يعني نحن نخضع دائما يعني لضغوطات من المحطات العارضة، فكريا، فنيا، ثقافيا، أدبيا. الكاتب هو الحلقة الأضعف، يعني هو كمان برجع حلق حسب كل شخصية كاتب، يعني ممكن يعني إذا في تناغم بين الكاتب والمخرج ممكن يتوافقوا على ممثل، ممكن كل حدا يقنع الثاني بهذا الممثل لكن يعني هو في ظلم كبير للكاتب انه هو بموضوع الكاستنج والعناصر الفنية يعني يستبعد احيانا، والمفروض انه هو ما يستبعد، يعني يكون لانه هو صانع هذا العمل، خالقه، يعني يخلقه من الصفر، فهو اللي لازم يقول وجهة نظره بالكاستنج. ف يعني احيانا كتير، يعني 90% من الاعمال يستبعد الكاتب من هذا الموضوع، فما بيقدر يحط وجهة نظره، بترجع هي يعني للشركة المنتجة، للمخرج، وحسب شخصية كل كاتب يعني. نعم. بنرجع بدنا يعني هيك بدنا عن جد صوتكم بما انكم انتم اهل الاختصاص، الحلول لاعاده القلق الكبير للدراما السوريه والنصوص السوريه والرقابه، يعني الى دور بتردي النصوص احيانا؟ والله إلها دور كبير، يعني أنت كيف بدك تعملي دراما قوية وأنت يعني سقفك محدود بالرقابة؟ يعني اليوم يعني الواقع حكى كل شيء، نحن عرّانا فضحنا الواقع يعني كلياتنا. بس الرقابة اليوم انه اذا بدك تكتبي الواقع ما بتقبل تكتبي الا الواقع. اليوم بانتشار المحطات وانتشار السوشيال ميديا والاخبار لحظة بلحظة، كل شيء موجود عليها، الرقابة اليوم ما بتقبل تحكي اللي هي اللي محكي، يعني اللي انحكى وخلاص، يعني اللي هو على رؤوس الاشهاد بالسوشيال ميديا وموثق واليوتيوب وكل شيء موثق. اليوم الرقابة ما بتقبل تحكي، بيقول لك اي شيء، بيقول لك لا ما بيطلعوا. هلا نحن مشكلة كبيرة هي مشكلة الرقابة، يوم المفروض انه نطلع من حالة الرقابة او نرفع السقف نحن، طالما انه عنا نحن محددات انه لن تمس، يعني عنا نحن 3 محددات لن تمس بهذا، ونحترمها جدا، والباقي مسموح انك تحكي فيه. فحتى الرقابة بهي الامور، يعني حتى لو ما حكيتي عن هي المقامات اللي لازم ما تربي عليها، بترفض العمل يعني احيانا، وهي رقابة ظالمة بالحقيقة، لن تصنع دراما وتروح على البلد ملايين من الدولارات صحيح. يعني. فلازم يعني إعادة نظري عنهم، أنه نحن مرينا 2 3 بشكل مرتاح من الرقابة، هلأ رجعت الرقابة متشددة أكثر يعني، وخصوصا أنه قانون الإعلام الجديد يعني طلع مع أنه أسس للجنة الدرامية، أنه لجنة الدراما العليا هي اللي بتقرر، لكن هي البيروقراطية والروتين، نحن نرجع نفوت بنفس القصة، ما رح نقدر نستفيد منها يعني، إلا إذا يعني كان في ناس يعني فعلا هن ناويين انه تتطور الدراما ويعملوا فائدة للبلد. نقطة نوعية، نتأمل ذلك أيضا. الجيل الجديد من الكتاب أين هم؟ والله إلا في أجيال جديدة من الكتاب، أجيال وليس جيل، نعم، لكن هي عملية الاستسهال بالكتابة هي اللي خلقت أجيال جديدة، يعني نحن عشرات الدورات بالسيناريو، عشرات الناس المتدربة، ولن تخلق في استسهال بالعملية، بيفكروا الكتابة انه
انه نحن عندي فكره ومليت صفحات انا فلازم انا انبع نفسي. هي الكتابه تخضع، مفروض تخضع لشروط صارمه بالحقيقه. فكل حدا بهي بده يستسهل موضوع الكتابه لن يخلق جيل جديد بالكتابه. الكتابه تحتاج الى درايه ومعرفه ودربه دائما، يعني تحتاج الى خبره. لذلك وعمليه الاستسهال، يعني انه خلص بيروح بيكتب نص، يعني الهاوي بيروح بيكتب نص بيقول لك كتبت نص والرفض. فانت اصلا يعني كتبته من دون استشاره، من دون ما يكون في حدا فوق راسك او عم يتابعك او هيك، اكيد رفض. فنحن يعني مقلين بالكتاب الجداد، ما عنا، ما طلع جيل جديد من الكتاب، يعني مع انه بنحاول انه نصنع. والقصة يعني تحتاج الى يعني دراسة معمقة اكثر. نعم، تحتاج لموهبة كبيرة أيضا. يعني كان في كتير حالة رائجة حاليا هي المسلسل ال10 حلقات وال15 حلقة، خصوصا مع وجود المنصات الرقمية. شو رأيك فيها أستاذ عثمان؟ والله هي حالة عالمية منتشرة، وأنا مع هي الحالة، لأنه نحن بزمن هذا السريع، يعني إنه ال10 وال15 حلقة يعني أسرع إنتاجيا وبالمشاهدة أسرع، وبيعتمدوا على التكثيف بشرطهم غير شرط ال30 أو ال60 أو ال90. يعني أنا معه، ومع إنه يعني ضل، والمنصات دائما يعني تطلب هذا النوع من الأعمال، لأنه هو بالحقيقة متابع برا بشكل يعني كبير، الناس بتتابع هاي ال10 حلقات. ونحن بالحقيقة هي القصة وافدة على درامانا، بس ممكن إنه نستفيد منها، وبشرط إنه نطبق يعني خصائصها وشروطها. نعم، يعني أنا مع هاي الظاهرة يعني. نعم، ممكن تكون 10 حلقات أو 15 حلقة وفي العمل حقه. يعني بحضرتك عم تقول بدنا مسلسل هاي الحريقة أستاذ عثمان. بلش تصوير، والله النص من جاهز، المبكر. لا والله لسه من المبكر الحديث عنه، تحمسنا كتير مسلسل عليه الحريق. وسمعنا طبعا أسماء يعني كبيرة في الفنان سلمان ممكن حداد. يعني يدور، يعني في شيء يدور يعني، بس يعني انه لسه ما بيستاهل التصريح. خلينا نستنى شوي لنشوف، يعني ممكن خلال يعني اسبوع 10 ايام يعني تبين القصص، يعني وساعتها بنقدر نعلن عنه بشكل رسمي. يعني إلا اليوم يعني ما في شيء يعني نقدر نعلن عنه. والله نحن بالانتظار، يعني بصراحة لما قرينا وهيك تحمسنا إن جميعا. شاء الله يعني رح خبرك إلك زينب أول وحدة. رح نزلوا خبري وقتها فورا. خلص إن شاء الله. في شي جديد هلأ عم يحضر؟ والله يعني في عندي يعني إذا حكي بمشروعين، يعني هو نعم، مشروع مودرن اسمه لورد. اللورد حلو الاسم. حلو. طيب. وعندي مشروع بأشامي، يعني الشعال. الشعال. لسه طور، يعني طور الاتفاقات الاثنين. الشعال حلو الاسم كمان. والله حلو الاسم، كل شيء من كتابتك أستاذ عثمان رائع. الله يخليك، تسلمي لي. الله تسلمي. يسلمك ويخليك. بدي بنهاية حديثنا الله أتشكرك يسلمك. الكاتب عثمان جحا، الحديث معك والحوار معك رائع. عن جد ما في تسلمي حكي يقوله عن جد. تسلمي تسلمي. شكرا كثير لنينار، يمكن هي من اوائل الاذاعات اللي طلعت بسوريا. الله يسلمك ويخليك. نحن كتير كنا سعيدين هيك بوجودك بالحوار اللطيف اللي كان معك اليوم. أكيد هيك كانت قيمة مضافة للأشياء اللي حكيتها، يعني بصراحة. يعني تسلم، وشكرا لك. شكرا شكرا لنينار ولكل المستمعين، بوجه لهم تحية. شكرا شكرا كتير لك أستاذ عثمان. لهون خلصت حلقتنا، انتظرونا الخميس الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد. تبقوا بخير، باي باي.